بالتأكيد هناك كثيرين من الناس لهم كانوا انتقادات لعملها، عتب لعملها، كذا إلى آخره، وأصبح حديث في الشارع وسؤال في الشارع، هل إنه هو السيدة بلاسخار صحى ضميرها؟ ما الذي حدث؟ إلى آخره. الجواب هو لهذه الناس اللي هي تسأل في الشارع حقيقة، لأن أنا هذا سامع السؤال سمعته من الناس. أنا أقول إنه السيدة بلاسخارت هي تكلمت بلغة العالم، تكلمت بلغة مجلس الأمن، تكلمت بلغة الأمم المتحدة. يعني ما معناه لو عدنا إلى الانتخابات اللي هي دورة السنة اليوم، مثل ما يقولون، يعني أول ما إجت النتائج أول طرف رحب بها هو مجلس الأمن، ثم الأمم المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، ثم حزب الله اللبناني، ثم إيران، تذكرون جنابكم، وكل احنا استبشرنا خيرا انه الأمور راح تكون بشكل جيد وسلاسة، وتولد حكومة قوية وطنية لها أسس في وقبول في الشارع. ولكن للأسف الشديد عشنا بانسداد وفراغ سياسي صار سنة، وبالتالي هذا وين ينعكس؟ ينعكس أول انتقاد هو ينعكس إلى مكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن في داخل العراق اللي تمثله بلاسخارت، والتي لم تؤدي شيئا، بالعكس أنه حتى الحوارات التي أجريت هي بمبادرة ليس منها وإنما من السيد الكاظمي، وهذا انتقاد لها، لأنها هي فقط تزور مكاتب ولا تعطي أي شيء ووعود، وفقط تذهب إلى مجلس الأمن كل فترة دورية وتعطي كلام. ما الذي يمكن أن تفعل؟ لا هي 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 تمثل وصاية إن صح التعبير، تمثل وصاية على العراق إن صح التعبير، وبالتالي هي لديها فيتو لديها على الأحزاب، فيتو على الحكومة، فيتو دولي أمم متحدة مجلس الأمن. هذا معروف، احنا كل اللي يقول لك طالعين من مجلس الأمن قول لك لا تغني بغير كثر، احنا لازلنا ترى في مجلس الأمن، لازلنا سماءنا مو إنه أبدا، سماءنا بمسافة نطير. فهذا حتى الشعب يعرف. بلاسخار تكلمت بلغة العالم المعترض على السياسيين العراقيين.